بسم الله. بدأنا مع النافيجيشن درور، كل اللي عملناه المره اللي فاتت ان احنا في الجرادل بس عملنا استدعينا الماتيريال. هاجي بقى اعمل نيو ريسورس فايل، هعمل تون ريسورسز فايل، تمام؟ هسميه ايه؟ الريسورس فايل اسميه كونتنت اندرسكور مين. خلاص الكونتنت مين يعني المحتوى الرئيسي، وده لاي اوت، حددت ان ده لاي اوت عادي. فانزل لي في اللاي اوتس اهو زي ما احنا شايفين. واجي في اللي اوتس جوه ريسورس طبعا. الاب تاني هعمل برضو نيو واعمل ريسورس فايل تاني جديد غير اللي هو الكونتنت بتاعت المين، هسميه الناف هيدر. خلاص الناف هيدر، وده هختار ان نوعه منيو. خلاص نوع ايه؟ منيو. اخش على منيو، ادي الناف هيدر موجود عندي اهو، تمام كده؟ يبقى كده عملت ايه؟ كونتنت مين، وعملت اللي هو الناف هيدر اللي احنا الناف هيدر اللي احنا شفناها دي. في الفاليوز هروح على الستايل، اظبط شويه حاجات في الستايل، هضيف ستايل تاني غير الستايل ده عشان انا مش عايز بقى يبقى فيه حاجات معينه عشان المينيو تطلع بشكل مريح والالوانات وكده. فعلى العموم انا هعمل نيو ستايل، هنشوف هقول لكم ايه هو اللي هعمله دلوقتي. انا هختار ايه في ان انا عايز اسميه نو اكشن، نو اكشن بار، اللي هو ما يبقاش فيه اكشن بار بحيث اني اشتغل عليه. فهسميه الستايل بتاعي النو اكشن بار، اللي هو جاي من ايه؟ هجيبه من ثيم اب كومبات ونو اكشن بار زي ما احنا شايفين كده، تمام؟ انا هبدا احط على الثيم ده، انا مش لاقي ليه اب ثيم دوت، اكتب انا خلاص مش لاقي اللي انا عايزه. ونو اكشن بار، تمام؟ خدوا بالكم لان انا كده هعمله بقى يدوي وهبدا اكون الستايل وهستدعيه، هوريكم ازاي هستدعيه ان شاء الله. جوه الستايل هعمل ايتم اسميه ويندو اكشن بار، والويندو اكشن بار هديله فولس، مش عايز ويندو اكشن بار. واعمل ايتم تاني، الايتم التاني دوت هو برضو اتريبيوت من الاتريبيوتس الشهيره اللي هو ويندو نو تايتل، يعني ما فيش تايتل ترو ترو، تمام؟ ويندو نو تايتل. فهاخد الستايل ده، الستايل ده نفسه انا عايز دلوقتي الستايل ده هيبقى هو بعد كده مش الاب ثيم، الاب ثيم دوت نو اكشن بار، فبقى عندي اللي هو الاب ثيم وعندي الاب ثيم اللي هو نو اكشن بار. عشان اشغلها اروح على حاجه اسمها الفايل المانيفست، المانيفست بتاع البروجكت كله. خش على اندرويد مانيفست دوت اكس ام ال، واروح على ايه؟ اندرويد ثيم، الاقي ان هو شغال على ستايل اللي اسمه اب ثيم. هقول له لا مش عايز الاب ثيم، انا عايز بقى الاب ثيم دوت ايه؟ نو اكشن بار اللي انا لسه مظبطه، الستايل انا لسه مظبطه. فخلاص ادوس دوت لقيت النو اكشن بار. يبقى كده هيتطبع الثيم بتاع الاندرويد كله بالايه؟ بالثيم بالستايل اللي انا ايه؟ ظبطته جوه الستايلز دوت اكس ام ال. فلما جيت ادي ايه؟ الاكشن بار اختفى والصفحه بقت ايه؟ بقت فاضيه. بكده احنا ظبطنا الثيم بتاعنا. لما برجع للاب ثيم اللي هو الاصلي لما يجي يعمل ري ران هنشوف الاب بتاعنا، هنلاقي ايه؟ لا ده الطبيعي بقى اللي هو فيه ناف درور اب والبتاع والكلام ده كله. فانا اقول له لا خلاص انا اشتغلت على الايه؟ على الحته اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي نو اكشن ايه؟ نو اكشن بار. نيجي نعمل ران، يبقى كده عرفنا المانيفست، عملنا الستايل وعملنا الفايلين بتوعنا في الريسورسز عشان نقدر نكمل بقى الشغل على الايه؟ الناب درور ان شاء الله.